قلق دولي إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، الأمر الذي يستدعي ضرورة استئناف العملية السياسية في أسرع وقت في هذا البلد برعاية دولية، تقول صباح محمد. هذا هو حال اليمنيين اليوم، طوابير طويلة وحياة بدائية يفتقدون فيها إلى أدنى شروط العيش. خراب ودمار لسودان المنطقة هي ظروف خلفتها الحرب، جعلت السكان يكثفون من جهودهم لمساعدة بعضهم. لم نتلقى أي دعم من أي جهة موجودة في المحافظة، لا من قبل ولا من بعيد. الآن الجهد ذاتي، الشباب يقاتلوا بجهد ذاتي على مصاريفهم الخاصة، رصاصهم الخاص نتبرع لهم رصاص. أمس جمعنا لهم رصاص 300 حبة وزعناها في الجبهة. تذمر شعبي واستياء من عدم إيصال المساعدات جعلهم يستعجلون عمليات الاستغاثة من المنظمات الدولية بضرورة إيصال المساعدة الإنسانية. اللي نتمناه من المسؤولين في المحافظة أو أيا كان أن يزوروا هذه المنطقة ويهتموا بمقاومة الشباب في هذه المنطقة. انقسام الشارع اليمني جعل الوضع يزداد سوءا، حيث خرجت جماهير مؤيدة للحوثي ومعارضة لعاصفة الحزم حسب ما أسموه بالتدخل الغاشم، ينددون بضرورة وقف التدخل العسكري والمطالبة بالتدخل السريع لحل الأزمة. ونندد للمجتمع الأوروبي والمجتمع الدولي والمجتمع الذي يدعو بحقوق الإنسان أن يشوفوا أمة اليمن هذا. قلق دولي من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ضرورة تستدعي استئناف العملية السياسية في البلاد من أجل الخروج بها من الأزمة بأقل الخسائر.